أنتقل إلى سائل آخر يقول هناك بعض، هذا أبو أحمد يقول هناك بعض الشباب يتململ من العمل ويتكاسل عن ذلك، فما هي نصيحة الشيخ عبد الله لهؤلاء والعمل بجد و والله ينبغي للإنسان أن يتقي الله، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، من عمل عملا فأتقنه رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يفي بما وكل إليه أو بما ألزم إليه لقاء أجرته. فعلى الإنسان أن يتقي الله، وأن يكون كذلك على جانب من القوة والنشاط، واحتساب أن ينفع نفسه وأن ينفع من أسرته ومن يجب عليه إعالته أو أصلته، وأن كذلك ينفع بلاده. فكونه يقوم يعني يكون عند شيء من التساهل، هذا معنى ذلك أنه كذلك يعطي دليل على أنه وأمثاله من المواطنين لا خير فيهم، وأنهم لا يستحقون العيش في هذه الحياة. فينبغي لنا أن نفرض، أن نعمل ما وسعنا العمل على فرض قوتنا وعزتنا في بلادنا، ونفع بلادنا بما نقدمه وبما تستغني به عن غيرنا، بحيث نكون نحن المسؤولون عن مصالح بلادنا. هذا الذي ينبغي لنا، وينبغي أن نستشعر ذلك. وأي إنسان ليس له مثل هذا المقصد فليس له حق أن يعيش في بلد لا ينفعها. أحسن.